السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين هانيين، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. تحياتي جميعا للمشاهدي ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب. غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو الفيديو من منطقة ايتي عزم، دائما منطقة الحجب. ابقوا معنا الى نهاية الفيديو والسلام عليكم. كما كتشاهدوا كما العادة المشاهدين، الطبيعة تبارك الله هنا مزيانة، طبيعة ممتازة تبارك الله الخير. يعني الشيء اللي خلات هاد الأمطار الأخيرة تبارك الله كما كتشاهدوا الخضورية والفداد ولاو مزيانين. ولله الحمد. كما كتشاهدوا هنايا الاشجار ديال الزيتون، وكاين الاشجار بزاف هنا ديال الانواع ديال الاشجار المثمرة. كما كتشاهدوا اخوان الطبيعة مزيانة، الطبيعة اللي كاينة في هذه المنطقة زوينة بزاف بزاف. هنا مزرعة ديال البصلة تبارك الله كما كتشاهدوا، هنايا فدان تبارك الله ديال الزرع زوين كما كتشاهدوا الاخوان. كما كتشاهدوا الاخوان الطبيعه تبارك الله، الربيع مزيان ولله الحمد على الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. انا دائما في هذا الفداد هنايا في هذه الطبيعات ما شاء الله طبيعه زوينه.
قبيله ما كتشاهدوا. بارك الله الربيع طال الله الخير كاين ما يتشاف هنا تبارك الله. هنا الشجر ديال الزيتون كما كتشوفوا، فلاحة هنا المشاهدين مزيانة بزاف تبارك الله. المنطقة كلها زوينة تبارك الله، منطقة ممتازة. كما كتشاهدوا هنا تبارك الله مزارع ديال هنا الشجر، كل من هي حاجة كاينة هنا في المنطقة هذه اللي هي في المحيط ديال جامعة أتيزم. المشاهدين وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم، ما تنسوناش بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.